هذه الطريخه، هنا الفريخات ديال المقرن، وهذو بالطريقه اللي شرحت لنا السي كريم، اللي هي الطريقه ديال القرع عاديين. عاديه جدا، ما كاينش التوكيل ولا شي حاجه، هذو كاملين الطيور جاوا من الخلا قرع وحمروا في القفص. نعم تبارك الله الذكر. وبالنسبه للماكله شنو عندهم هنا؟ عندهم الماكله تما، عندهم باستا كريه، وعندهم البيض، البيض محكوك، وعندهم الخس. صافي دابا جابوا له التمام، سلام مع الخس، كيدخلوا عليه بزاف. وهذه هي الماكله اللي كنعتمد عليها دابا حاليا في هذه المرحله هذه. هذه اللي انت كيتخبوا هنا، هذا الذكيو، هذا الذكر، هذا الذكر ديالها. والسان سيبيا ضروري، سان سيبيا ضروري، لانه هو اللي كيزود الطيور بالكالسيوم، وكيدخلوا عليه لاحظت دابا في الساعات الكريه، يعني كيدخلوا عليه الطيور مزيان. نعم. وزائد البيض، انا كنعمل البيض البلدي، وكنعملو بالقشور ديالو بكل شيء، دائما كنحكو بالقشور ديالو بكل شيء. الله يسخر.